وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بعد التحية، كيف ترى زيارة الرئيس السيسي اليوم للعاصمة الفرنسية باريس، وأيضا دلالة توقيتها خاصة وأنها جاءت بعد زيارة كل من ألمانيا وصربيا وبدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي؟ هو طبعا في البداية هي زيارة مهمة جدا وفي توقيت مهم، وتأتي في سلسلة زيارات الرئيس لألمانيا وصربيا، ومن قبلها كانت قمة جدة ولقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن قبلها لقاءات مع قادة دول الخليج العربي. كل لقاءات الرئيس في الوقت الحالي لها دلالات مهمة جدا، هو أن احنا العالم كله بيمر بأزمات اقتصادية وأزمات خطيرة جدا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المباشرة والغير مباشرة على كل دول العالم في الوقت الحالي لاحتواء الأزمة، العمل على التكاتف من أجل المرور بهذه الأزمة بشكل آمن لكل دول العالم، أيضا العمل على تهدئة الأوضاع وكيفية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا لمواجهة الأزمات الاقتصادية ومن أجل السلم والأمن الدولي. بالنسبة لزيارة فرنسا اليوم، هي زيارة طبعا زي ما بقول لحضرتك هي زيارة مهمة جدا. فرنسا دولة مهمة بالنسبة لمصر، ومصر أيضا مهمة جدا بالنسبة لفرنسا، لأن مصر في منطقة الشرق الأوسط هي قوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. هناك تعاون كبير جدا بين مصر وفرنسا منذ عام 2014 حتى اليوم، ولو شاهدنا منذ عام 2014 القوات المسلحة المصرية تم استفادت كثيرا من التكنولوجيا العسكرية الفرنسية من خلال حاملات المروحيات والفرقاطات والمدمرات، وأيضا نقل التكنولوجيا من فرنسا إلى مصر وصناعة السفن الحربية في الترسانة البحرية المصرية، كل ده وخلافه، كل ده طبعا كان في تعاون مثمر وقوي بين مصر وفرنسا في هذا المجال. وأيضا مصر بالنسبة لفرنسا شريك أساسي في عملية استقرار الوضع داخل منطقة الشرق الأوسط. فرنسا لها دور كبير في القارة الأفريقية وفي استقرار القارة الأفريقية، وهناك تنسيق مصري فرنسي فيما يحدث في الأراضي الليبية من أجل إحداث الاستقرار ومن أجل إحداث الأمن داخل ليبيا، ومصر لها دور كبير جدا في تهدئة الأوضاع داخل ليبيا، الوصول إلى والعمل على الوصول إلى انتخابات رئاسية. مصر حققت الكثير من النجاحات في أمن جنوب المتوسط، منعت بشكل كبير عمليات الهجرة غير شرعية من الجنوب المتوسط إلى شمال المتوسط، بل إن مصر منذ أكثر من عام، منذ عام 2017 حتى اليوم لم تخرج مركب واحدة من السواحل المصرية للهجرة الغير شرعية إلى شمال دول شمال المتوسط. كل ده طبعا دليل على التنسيق الكامل بين مصر وبين فرنسا وبين دول ايضا الاتحاد الاوروبي وشمال المتوسط في هذا المجال. حضرتك نتحدث حتى تحدثت عن الشان العالمي او القضايا الاقليميه المشتركه، ايضا بالنسبه للشان الاقتصادي هناك تعاون مثمر ما بين ومتميز بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي ايضا خلال الفتره الاخيره. بالطبع هناك تعاون اقتصادي كبير جدا بين مصر وفرنسا، هناك تبادل زياده في نسبه التبادل التجاري، ومشروعات كبيره بيتم تنفيذها داخل الاراضي المصريه، منها المونوريل بخبره فرنسيه، ايضا في استثمارات فرنسيه كثيره بتحدث على موجوده على الاراضي المصريه من خلال مترو الانفاق، من خلال العديد من المشروعات الاخرى المهمه القوميه الكبرى داخل الدوله المصريه، كل ده طبعا بناء على التنسيق. عايز اقول لحضرتك ان العلاقه المتميزه بين مصر وفرنسا علاقه قديمه ضاربه في التاريخ، كلها تصب في مصلحه الامن القومي المصري، تصب في المصلحه الوطنيه للدوله المصريه. لمصر سياستها واضحه وصريحه منذ عام 2014 حتى اليوم، واقامت علاقات متوازنه مع كل القوى في العالم ككل. هذه العلاقات المتوازنه تعود بالمنفعه على الدوله المصريه، تعود بالمصلحه
تنمي من المصلحة الوطنية للدولة المصرية، وهو ده اللي احنا شايفينه في السياسة الخارجية المصرية. الاستراتيجية واضحة وصريحة، حققت الكثير من النجاحات وعادت مصر إلى مركزها الحقيقي الإقليمي والعالمي. بالنسبة للعلاقات بين البلدين شهدت العديد من التطورات وحتى وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية، في رأيك ماذا تمثل كل دولة للأخرى، خاصة هناك أزمات عالمية مصر ضليعة في حلها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني اللي عايز أقول لحضرتك إن العلاقات اللي هي الاستراتيجية بين مصر وفرنسا علاقات بتتزايد كل عام عن الآخر، وده اللي احنا شفناه لوقوف فرنسا بجانب الدولة المصرية في عام 2014، منذ عام 2014 وتزويد مصر بالأسلحة بأحدث تكنولوجيا السلاح على مستوى العالم، قدرت مصر أنها تستفيد من هذه التكنولوجيا بشكل كبير أيضا في المشروعات القومية الكبرى. بالنسبة لفرنسا، فرنسا زي ما قلت لحضرتك في البداية إن ليها علاقات كثيرة داخل القارة الأفريقية. مصر قدرت خلال السنوات الأخيرة أنها تحقق الكثير من الاستقرار. مصر يعني مثلا أهم شيء مواجهة الإرهاب العابر للحدود، لأن الإرهاب العابر للحدود ده للأسف بيخرج من أفريقيا عن طريق الهجرة غير شرعية، بيوصل إلى الدول الأوروبية وفرنسا لتنفيذ عمليات الإرهابية. يعني مصر قدرت إن هي خلال السنوات الماضية إنها تعيد تكتل دول الساحل والصحراء، اللي فرنسا ليها دور كبير أيضا في دول الساحل والصحراء، وإن هي تواجه التنظيمات والجماعات الإرهابية من خلال إنشاء مركز لمكافحة العناصر والتنظيمات الإرهابية مقر القاهرة. قدرت إن هي تدرب عناصر من دول الساحل والصحراء من القوات المسلحة وقوات الشرطة لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية في هذه الدول. كل ده طبعا بيعود بالنفع على طبعا الدولة المصرية في المقام الأول، لأن الإرهاب العابر للحدود ده بيهدد استقرار الدول وبيهدد استقرار صحيح. الدولة المصرية. وعلى الجانب الآخر أن الدول الإرهاب العابر للحدود لن يستطيع الوصول إلى المتوسط والهجرة إلى شمال المتوسط، فيسبب الأزمات وينفذ العمليات الإرهابية. مصر يعني زي ما بنقول، يعني زي ما بعرض لحضرتك كده، هي مصر حربت الإرهاب على أرضها وفي المنطقة نيابة عن العالم كله، لأن قدرت أن هي تحجم الإرهاب داخل الدولة المصرية وتضرب البنية التحتية، قدرت أن هي أيضا تمنع الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية أنها تصل إلى دول شمال المتوسط من خلال التعاون مع الدول الأفريقية في هذه المواجهة. صحيح. طبعا بالفعل هي مصر يعني حاربت الإرهاب بالوكالة عن العالم كله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.